مش دي الأفكار الشيطانية اللي أنت عايز تسمعيها. أهلا واضح، عمرو يوسف. أغرب موقف مع معجب أو معجبة، يعني بيبقى في مواقف في الحقيقة كتير. في معجبة أنا فاكر دخلت مرة، كنت أنا رايح أتفرج على فيلم في السينما يعني، وهي دخلت عليا قالت لي، وقفت حاطت إيديها في وسطها كده وقالت لي، أنت ما بتردش عليا ليه؟ أنا معرفهاش. فقلت لها ما برد، يعني إيه ما بردش؟ خطفتني يعني الحقيقة. قالت لي أنا كلمتك أكتر من مرة وبعت لك أكتر من مرة، اكتشفت إن هي معاها رقم تليفوني وبعتت لي، بس أنا ما خدتش بالي وما ردتش، فيعني بس خطفتني كده. ده لسه حصل قريب يعني الموضوع ده، فخطفتني كده أول دقيقتين. مرة في معجب بقى خنقني، كان هيموتني. كنا في زحمة وتلموا عليا، وبعدين أنا في حد خانقني مش راضي يسيبني، فشديت إيده بالعافية، وهو ضخم جدا، ولفت له فقال لي والله بحبك والله بموت فيك يعني، فهو من الحب ما قتل يعني، بس هو يعني كانش قصده أكيد. والله مواقف التصوير ما بتبقاش مواقف طريفة قوي، هي بتبقى مواقف صعبة أغلب الوقت يعني. لما بنكون بنصور في الخارجي في الشوارع والناس تقرر إن هي تخش تسلم عليا وأنا بصور المشهد، يعني الكاميرا بتبقى دايرة وأنا ماشي في المشهد ولاقي حد دخل بيسلم عليا عادي كأني عمرو، فطبعا دي بتحصل كتير، وطبعا الناس بقى في الإنتاج بتزعق وبتاع، بس الناس ما بقاش ليها ذنب يعني، بتبقى عايزة تسلم عليا، فيعني بتبقى بمحبة يعني، بس بتعطلنا في التصوير طبعا جامد. اكتر حاجه مجنونه، لا كتير، اصل انا يعني نطيت من طياره اكتر من مره، عملت غطست مسافات عميقه جدا اكتر من مره، في فيلم شيء ونطيت من البلكونه 7 مرات، في فيلم شيء ومشيت على الحيطه في برج في المعادي الدور 29، لا يعني الحاجات المجنونه كتير يعني. بصراحه أبكي لا مش سهل. آخر مرة بكيت يعني يمكن من أيام وفاة والدي الله يرحمه، دي كانت آخر مرة بكيت فيها، وأنا ما لم أبكي ساعة وفاته، أنا بكيت بعد وفاته يمكن بشهور لما استوعبت الحكاية. أنا علاقتي بأبويا كانت علاقة قوية جدا يعني الله يرحمه. لا أنا ما بحبش الكذب وما بكذبش، و يعني بكره اللي بيكذب كمان، لان انا الحقيقه بشوف ان الكذب احنا هنا بنتعامل معاه بشكل طبيعي، يعني كذبه بيضاء يعني مش عارف ايه، لا هو الكذب كذب، والكذب مش حاجه كويسه خالص. مش بدعي مثاليه الحقيقه، لكن الكذب بيودي في داهيه يعني، في جميع المشاكل هتلاقي ان الكذب بيودي في داهيه، بيودي اللي بيكذب في داهيه وبيودي اللي حواليه في داهيه، فالكذب من الصفات اللي مكروهه بالنسبه لي. للأسف أكيد كذبت كذبة بيضة، بس بطلت أكذب يعني، وأنا صغير كذبت أكيد، وإحنا صغيرين بنكذب على أهالينا في حاجات معينة غصب عننا، بنبقى يعني عيال صغيرة، بس لما كبرت وعرفت إن الكذب ده غلط، فلا أنا بطلت يعني ما أعرفش أكذب بعد كده. لو مفيش قانون لمدة مثلا 24 ساعة أعمل فيهم إيه؟ أخش أسرق بنك يعني، أكيد هشوف حاجة فيها، أسرق ذهب حاجة كده يعني، مدام ما فيش قوانين وفيش حد هيحاسبني هسرق. لو كنت غير مرئي لمدة يوم واحد، حلوة دي برضو، هتجسس أكيد صح؟ مش دي الأفكار الشيطانية اللي انت عايز تسمعيها؟ هتجسس على مين؟ هتجسس على الحكومات المعادية عشان أخد منهم أسرار وأقولها وأساعد المخابرات في بلدي. شكرا واضح، انتوا نورتوني، عمرو يوسف.